أي شيء تريد اسأل الله والله يحب منك ذلك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. كل شيء اسأل الله إياه، لا تتردد أبدا ما دمت لم تعتدي في الدعاء. والآية الثانية هي قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، مطلعها يسأله من في السماوات والأرض. كل يوم هو في شأن، كل شيء في السماء يسأل ربه. العصفورة تسأل ربها، النملة تسأل ربها، الأسد يسأل ربه، السمكة تسأل ربها. كل شيء يسأل ربه سبحانه وتعالى، يسأله من في السماوات والأرض. كل المخلوقات تسأل ربها، وهو يسمعهم جميعا ويجيبهم جميعا إذا أراد أن يجيبهم، ولا ينقص دعاؤهم وعطاؤهم ما عند الله شيئا، كما في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فاسألوا الله أيها الإخوة وأنتم صوم كل شيء تريدونه، الله يحب منكم ذلك. وأنت كلما رفعت يديك قلت: يا رب يا رب، تثاب سواء استجيبت الدعوة أم لم تستجب، وستستجب إن شاء الله إما في الدنيا وإما في الآخرة. أعني كلما قلت يا رب يا رب وأنت في ازدياد من الأجر في خير، لأن الدعاء نفسه عبادة. كما أنك تصلي وتثاب وتصوم وتثاب، كذلك تدعو وتثاب: يا رب يا رب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. فلا تستقل أبدا أن تدعو بأي شيء تريده، وربك كما أسلفت يحب منك ذلك ويرضى منك بذلك وأمرك بذلك: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. ما عندك لبس يا رب ارزقني بثياب، عطشان يا رب أنا عطشت اسقني. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. عندك بنت كبر سنها لم تتزوج، يا رب يسر لها بزوج صالح. ابن شارد، يا رب اهد ولدي. اسأل الله كل ما تريد، كل يوم هو في شأن. سئل الإمام الشافعي رحمه الله وقبله الحسن البصري رحمه الله: فما شأن ربنا اليوم؟ كل يوم هو في شأن. قال: يخفض أقواما ويرفع آخرين، يفك عانيا يفك أسيرا، يشفي مريضا، يضحك باكيا يبكي ضاحكا، يغني هذا يأخذ من هذا يعطي هذا، يعافي هذا ويبتلي هذا. فيا إخواني لا تستقلوا ولا تستهينوا بأمر الدعاء، فدعوة صالحة وأنت صائم تتقبل، يفرج الله بها عنك كل كرب، يذهب الله بها عنك كل هم، يوسع الله في رزقك، يبارك الله لك في ولدك. لا أطيل، فالمقام مقام دعاء، فأكثروا من الدعاء بين يدي فطركم، وأكثروا من حمد الله، وكلمة الحمد لله كلمة كل شاكر، فأكثروا منها يزيدكم الله. وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ ما الذي يستفيد ربنا منا بتعذيبنا إن شكرنا وأمنا؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ أعظم البلاء في البشرية هو الجهل بالله، وأعظم التوفيق والهداية هو العلم بالله. خلق الله عز وجل الإنسان ليعبد، اختر إلهك، إما الله وإما غير الله وإما هواك. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما يدعو الناس إلى عبوديته يريد أن يحررهم من معبودين، من عبودية غير الله وعبودية الهوى.